مشاهدي قناة شفتي بي سلام الله عليكم كنت واجد معكم من مدينة الوالدية بإقليم سيدي بنور بمنطقة دكالة معنا هاد الشاب بيضاوي أب الثلاثة دي البنيات تحولت الحياة ديالو إلى جحيم بسبب الشريك ديالو اللي نصب عليه وداليه كل مكان في الشركة ديال الديكور فهو كيقول بأنني كنت كنعتبر خويا وحرمني من 340 مليون سنتين تقريبا وكي طالب القضاء باش ينسفوا لان هذا الشاب البيضاوي يعني كيعاني الامرين بعد ما تعرض لهذه العمليه فهو كيقول بان تحولت حياته لجحيم بسبب الشريك ديالو اللي نصب عليه وداليه كل مكان في الشركه حنا غادي نحاولوا يعني نعطوه باش يحاول يقربنا من المشكل ديالو يعني من تفاصيل القضيه ديالو ويقربنا ويقرب المشاهدين ديال قناة شوف تيفي من هذا الشيء اللي وقع ليه هو هذا وقع ليه بمدينة الدار البيضاء الشركة ديالو كانت بمدينة الدار البيضاء فغادين نستمعوا ليه ونتعرفوا على المشكل ديالو اللي حول حياته إلى جحيم تفضل السلام عليكم معكم بالغازي رشيد اللي كانت عنده شركة ديال الديكوراسيون كانت معروفة سميتها بالغازي ديكور كان نحكي لكم هذه القصه ديالتي انه تم كنت ضحيه عمليه نصب من طرف الشريك ديالي اللي كنت كنعتبره خويا وكل شيء كنا كن درنا شركه ديال ديال كانت معروفه على السعيد الوطني كنا كنخدموا المغرب كامل تقريبا وكانت معروفه بالغازي ديكور من بعد ما كنا خدامين وبخير والحمد لله لمده 12 سنه انا كنت بحكم اني كنت كندير بلاصا بزاف برا كازا وكنت خدام دائما في المناطق الحسيمه الناظور ليون كنت تقريبا ديما خدام على برا مما اضطرني انني ندير له الوكاله الشريك ديالي درت ليه وكاله باش يبقى يتصرف اداريا باش يبقى يتصرف بلاصتي فاذا بي افاجئ انه قام بالنصب عليا ودا ليا رزقي وقام باخذ باستخراج استخراج دفاتر الشيكات ديال الشركه وبقى كيسيني الله ما مك كفاش انه بدا ليا رزق كله لي في البنكه بعيدا بيه بقى, إيه بقى كيسيني لعباد الله في الشيكات ويعطيهم ومن واستغل هذا الشيء كامل مني اكتشفت هذا الشيء كامل حاول ندوي له حق ندوي له حقي بعيدا إيه كنتفاجئ انه تهجم عليا هويا ومرته في المحل و... هو هو يوم في المحل وحاولوا انهم يقتلوني ب... بوجود الشهود يعني وكانوا الشهود عمي وكانوا شي الناس ديال الدرب كلشي كان حاضر تهجم عليا قال لك لا ما تدويش على حقك صافي مشات لك الفلوس سكوت وتهجموا عليا وحاولوا القتل هذا ما اضطرني خلاني انني نخاف ومشيت رجع للدار مي غنرجع للدار بعيدا بي كنتفاجئ بجوج كتسناوني قدام باب الدار بغاو يقتلوني وبوجود شوت صاحب العماره اللي كنت ساكن عنده وكل وكلشي هاد من وقع هاد المشكل انا خفت على وليداتي هزيت المراه والوليدات حاولت نديهم انهم عند والديهم باش نحاول نخويو بها اذا بي ما مشيتيش ما رجعت كنتفاجئ انه قام بالتهجم على المعمل اللي كنخدموا فيه أتخليه تخليه وسرق منه سرق منه الالات كنا شريناهم جداد اللي كنخدموا فيهم داكشي ديال الديكوراسيون ديال السي ان سي وعندي الفاكتورات باش مش مشريين وعندي الشيكات باش مش مشريين مشي خلص مشي كندير الشركه فاذا بي مني مشيت وجيت كنتفاجئ انه قام بالسرقه ديالهم وبيعهم وباعوا ما تما كاين حدانا تما ملي سولت قال لك لا راه داهم شريكك يعني كنتفاجئ انا حاجه مشريه في سميت الشركه داها باعها بدون بدون ما شي 40 مليون مني كملت من كملت من المعمل وقلت نهبط للمحل الكبير نشوف اش إذا بي كنتفاجئ المحل اللي كان عندنا فيه 170 متر ولا دوطاج كانت محطوطه فيه شي سلعه اكثر من 30 مليون ولا ديال السلعه اللي محطوطه فيه بعدا ما كندخل كنلقاش فيه ولا حبه وحده ومع العلم اننا كان عندي فيديو ديال المحل وديال السلعه اللي كانت محطوطه فيه ملي تفاجات وشي كلشي بوجود الشهود تفاجات ما لقيتش فيه حتى حاجه ومني دويش هادشي لحقّي، حقي مش صيفط ليا فيديو وبقى عندي في الواتساب قال يا مخيل في خيلك سير ركبو انا ما عندي ما عندك ما كتسانيش ما كتسانيش يعني اللي في جهدك ديرو وصيفط ليا فيديو اخر كيهددني قال لي انا مازال غنزيد نغرقك اكثر ومورا ماشي انا هو الضحيه الوحيده اللي كنت عنده واحد السيد مسكين راه توفى سبب الوفاه ديالو نصاب عليه حتى هو كان نصاب عليه مسكين هذا المسكين كنصاب عليه في, في 34 مليون ومتحملش تحملش طلع لي السكر ملي طاي السكر مشى للدو للسبيطار كوما ما فاش مات وانا اللي كنت تعجب منه بزاف واللي اللي كنت فاجئ بانه مجي نقلب لقيتو انه عنده تسعود تسعود البلانات يعني تسعود امر الاعتقال تسعود ديال مذكرات بحث دي وكان تفاجئ انه مشدودش كيدخل دارو عادي كيقول لك انا ما كيقول لك كيتفاخر يقول لك انا كنعرف نائب وكيل الملك مخير سير ديرو انا مرتي كتعرف الكوميسير تما يعني ما عندكم ما تصوروا مني انايا والمشكله دارو اللي كيسكن فيها ما بينه وبين بين, بين الكوميساريه ديال شارع القدس غير 200 متر و 300 متر كيقول لك انا ما, عند... ما عندكم ما تصوروا مني هذا هو الاشكاليه اللي اسمه <applause> مذكرات بحث مذكرات بحث راه كنصب على واحد السيده كيقول زهور ونصب على واحد نصب واحد اكتر من اكثر من 20 واحد نصب عليهم اكثر من عشرين واحد منهم ما السيد مسكين توفى ما تصدم تصدم الطريقة باش نصب عليه طريقة جهنمية عطاه الشيكات كدا و 34 مليون قال ليه عطيني هاد السلعة شرا من عنده مني شرا من عندو السلعة السيد مسكين كيدفع الشيك الأول كيرجع الشيك الثاني كيرجع عيط ليه قال ليه فلان راه جيب الشيكات نخلصك فيهم قال ليه ماشي مشكل قال ليه نتلاقاو في القهوة ملي تلاقاو في القهوة بإيدا بالسيد قال ليه ها هما الشيكات قال ليه نشوف خطف الشيكات ودركب في الطنوبيل وهرب السيد ما تحملش مسكين طلع لي السكر مشى للكلينيك داز من مده كلي... مسكين الشهر مات راه باقي معاه الان ورثه الان الورثه راه باقي معاه في, في المحاكم تاكد لي الوكاله عطي حق التصرف آه حق التصرف يعني تصيفطها لي دابا مؤخرا في سميجو ها هو الفيديو انا جبدو لك هاد أه الفيديو عاوتاني صيفط لي فيديو قال لي مازال غنزيد نغرقك وغنغرقك اكثر وصيفط لي فيديو كيصور قال لي قال لي انا غنغرقك هالوكاله عندي غنغرقك هي والله تنغرقك كدير لي وكاله كدير له وكاله واه الوكاله ولا مزيد. ما ما دابا المشكله ماشي بغيت نحبسها راه حبسها حبستها وباقى واحد الوكاله اخرى ما حبستهاش حيت ما عنديش الامكانيات الماديه كنقول لك انا دابا لحد الان ما عنديش تا درهم باش كندور يعني بغيت نمشي دابا بغيت نمشي غير الكازا باش نكمل الاجراءات في المحكمه ما عنديش انا بنتي البارح مرضات بغيت لها الدواء ب 20 درهم ما لقيتش باش نشريها يعني ضاعت ضعت ورغم داكشي كامل انني منين تنصب عليا عام وانا مريض شاد الفراش بالسحر وبالشعوذه وبالتوكال انا مرتش مرت كنت بين الحياه والموت لمده سنه ودابا كنقول لك انني بنتي مريضه انا خاصني عمليه على عيني خاصني شي جوج المليون بغيت نديرو ما عنديش كونك سنتيم مع العلم انني كنت كنت كنبرزقي وكنت مدخول مزيان ولكن السيد نصاب عليا نصب عليا ما عرفتش انا نصب عليا وما شاء انايا اكثر من 20 ضحيه اكثر من 20 ضحيه كنطالب دابا القضاء باش انك نطالب باش ينصفني وباش يدخلوا باش يعتقلوا هذا السيد حيت السيد راه طاغ بزاف خصو يتعتقل ويتقدم للمحاكمه وحنا بغينا ما طلبناش شي حاجه من هي مستحيله بغينا حنا حقنا حنا هادشي اللي بغينا بغينا حقنا حنا باغيين رقم الهاتف ديالك عاود ذكرنا برقم الهاتف اللي بغى يعاونك ولا يطالع على الملف ديالك 07 أه 71 90 18 52 اخر نداء لما اخر نداء كان نداء كنوجدوا السي الحموشي والرجال السلطه اللي مسؤولين في هذه البلاد هذه راه حنا تظلمنا وراه حنا حقنا وحنا مكان ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي ما حنا بغينا غير رزقنا وبغينا حقنا بغينا السيد يتقدم للعداله يتحاسب يتحاسب حنا ما بغينا والو حنا حنت حشومه وعيب وعار 12 عام ديال تماره العذاب الاليم اللي عشتوا رزق وليداتي اب لثلاث البنيات بنات يدوزوا عام اني بلونش علاش حيت كنت كنعطي فلوس للمدرسه نقول لي خلص لوليداتي المدرسه لمده عام عام نصب عليا وما خلصش بناتي ماني بغيت ندير لهم انتقال قال لي ما نعطيكش انتقال عام علاش شنو ذنب هذوك الدريات مساكن ما يقراوش عام علاش شنو ذنبهم زعما شنو ذنبهم انا ما بغينا كنطالبوا والو حنا كنطالبوا بالسي الحموشي وبالمسؤولين وبرجال الامن يتدخلوا يتدخلوا انا بغيت حقي انا ما بغيت ما بغيتش شي حاجه اخرى من غير حقي ما كنطالبش شي حاجه اللي هي مستحيله فهاد البلاد القانون بغينا واحد الدستور اللي كاين في البلاد يطبق بغينا السيد يتحتقل وناخذوا حقنا الشيء اللي كنطلبوا حنايا ومن السيد حموش يتدخل في هذا الموضوع هذا اذا كما سمعنا هذا كان نداء ديال هذا الشاب اللي كما تكلم وكما وضح هو شاب من مدينه الدار البيضاء شاب يعني بيضاوي من مدينه الدار البيضاء اللي على حساب ما قال حساب الكلام ديالو هو شاب بيضاوي اب لثلاثه ديال البنيات تحولت حياته الى جحيم وسمعنا الوصف ديالو وسمعنا اش قال بسبب الشريك ديالو اللي هو قال واكد بانه نصب عليه وداليه كل مكان في الشركه ديالهم اللي كانوا مشروكين فيها هما بجوج هاد الشركه ديال الديكور كيقول بانه كان كيعتبره اخوه وحرموه من 300 40 مليون سنتيم هو كيطالب الان القضاء باش ينصفه وباش ياخذ حقه وفي انتظار ذلك استودعكم الله مشاهدي قناه شوف تي في دمتم في رعايه الله والى اللقاء